السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كنال رحيمو. اليوم غادي نوجد بتيبا ولا كرواسة بطريقة سهلة وبسيطة وكتجيه شيشة ولذيذة. تابعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير، ولعجبكم لا فيديو ما تنسوش تخليوا لي لايك والاشتراك ولي كومونتير. إلا بغيتوا تسولوا على شي حاجة مرحبا بتساؤلاتكم وأنا غادي نجاوبكم. غادي ندوزو المقادير. هنايا عندي 600 غرام ديال الدقيق رطب، عندي 3 معالق نيدو ولا حليب بودرة، عندي 100 غرام ديال السكر سنيدة، عندي ملعقة كبيرة ديال خميرة الخبز، ربع كأس زيت، ونصف ملعقة صغيرة ديال الملح، ملعقة صغيرة خل، وملعقة صغيرة خميرة الحلويات ما يعادل 7 غرام. عندي كأس ماء ما يعادل 200 مليلتر دافئ. غادي نجمع العجين بإيدي بهالطريقة هكا. غادي نزيد علبة ديال ياغورت طبيعي، وغادي ندير في الآلة ديال العجين باش تجمع ليا العجين. نتوما تقدروا تعجنوا بإيديكم، راه ساهل الجمع ديال العجين. من بعد ما كنجمعوا العجين ديالنا، يا اما كنعجنوه بإيدينا ولا بالآلة ديال العجين، كنبسطوه، كنستعنوا بدقيق المايزينا ودقيق الفورس. غادي نبسطوا العجين بهالطريقة هكا، ومن بعد هنايا عندي 100 غرام ما بين زبدة ومارغرين، غادي نذوبهم بجوجهم، وغادي ندهن العجين ديالي بهالطريقة هكا. من بعد غادي نطوي العجين ديالي على شكل مستطيل بهالطريقة، وغادي نجمع الجوانب، الجانب الاول والجانب الثاني، ونخلي العجين ديالي كترتاح من 5 حتى 10 دقائق كافيه باش ترتاح عندي العجين. من بعد ما ارتاحت ليا العجين غادي نبسطها. دائما كنستعن بالدقيق المايزينا والدقيق الفورص. غادي نسرحها بالدلاك بهالطريقه هكا. من بعد غادي نقاد الجوانب. هاد الاجزاء اللي كنحيد من الجوانب ما غاديش نضيعهم، غادي نعملهم، غادي نوريكم كيفاش غادي نستعملهم من بعد. وغادي نقطع العجين ديالي الى بحال هكا، انا غادي نقطعهم عشوائي. الى عندكم مسطر ولا شي حاجه تكون مستطيله حاولوا تقطعوا بها باش تجيكم يجيكم التيبا يعني في اشكال متساويه. انا غادي نقطع عشوائي بهذه الطريقه بحال هكا، غادي نقطع على ثلاثه المرات، وغادي الحشو غادي نحتاج للشوكولات. غادي نبدا نشكل البتيبا. غادي نطوي جزء من العجين ونوضع الشوكولات ونطوي بهذه الطريقة هكا. غنعاود معكم واحدة أخرى. صافي، غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل جميع القطع اللي عندي، وكنحطهم في اللاطه اللي غادي ندير في الفران بهذه الطريقه هكا. كنستفهم من بعد دوك القطع اللي قطعت من الجوانب كنجمعهم بهذه الطريقه هكا.
غادي نستغلوهم، ما غاديش نلوحوهم، حتى هما كيجيو زوينين كيف غتشوفوا ملي غادي يوجدوا. صافي كنجمعهم بهذه الطريقه بحال هكذا باش ما نضيعوا حتى حاجه من الدقيق ديالنا. هنايا عندي البيض وزدت عليه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان وشويه ديال الخل باش كتحيد الرائحه ديال البيض. غادي ندهنه مباشره قبل ما كيختمروا عندي البتيبا، يعني هذا السر من اسرار ديال ان يجوك البتيبا ناجحين، دهنوهم قبل ما يختمروا. صافي وكان ندخلهم الفران لمدة نص ساعة، كنشعل عليهم من تحت ومن الفوق. من بعد هما البتيبا وجد عندي، غادي ندهنهم بشوية ديال العسل وغادي ندير فوقهم شوية ديال اللوز مهرمش، ولا تقدروا تزينوهم بشوية ديال الكونفيتير باللوز مهرمش ولا بالزنجلان على حسب الذوق ديال اي واحد. صافي هما ليبر البتيبا واجد عندي. كيف كتشوفوا طريقة سهلة وبسيطة، كيجيو هشاش ولذات رائعين في الحقيقة، كيجيو غزالين. وهادو دوك القطع اللي كانوا بقاو ليا من الجوانب، تا هما كيجيو زوينين وما كنضيعو حتى شي حاجة.